صباح الخير مشاهدينا، بحييكم، رحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج الحدث لهذا اليوم. يسرني أن أستضيف جو معكرون، باحث متخصص في الشأن الأمريكي. صباح الخير أستاذ جو. صباح النور، أهلا وسهلا فيك. اليوم يعني وفق هيك المقولة البديهية اللي بتقول أنه إذا علينا أن نعرف ماذا يجري في لبنان، علينا أن نعرف ماذا يجري في العالم من الاتفاق النووي الإيراني، إذا رح يحصل أم لا، إضافة يعني إلى الدور الأمريكي في المنطقة. هل هي يعني حيكون هذا الاتفاق تمهيد لانسحاب من المنطقة وترتيب منطقة الشرق الأوسط أم لا؟ خلينا نبلش من هذا الموضوع بداية. بالأمس يعني جرى الإعلان عن تخفيف جزئي للعقوبات الأمريكية على إيران، هل برأيك هذا تمهيد للوصول إلى هذا الاتفاق النووي؟ يعني في فترة كان لابد من بناء ثقة من الطرفين، يعني بعد ما رجعت إدارة بايدن يعني وصلت للحكم، صار في انتخابات في إيران، في أسباب داخلية منعت بالبلدين من وصول اتفاق بشكل سابق. واضح أنه أولوية لإيران هي العودة للاتفاق لأسباب اقتصادية، والأولوية لإدارة بايدن أيضا العودة إلى إرث أوباما إلى اتفاق أساسي. فكان في مرحلة عدم وجود ثقة، صار في خطوات متبادلة لبناء الثقة. الآن بدأ الخطوات المتبادلة، رفع بعض العقوبات، إجراءات من إيران، يعني الوضع يعني أعتقد العودة الاتفاق محتومة إلى حد ما، لكن ما هي الشروط، كيف هي التأثير، هناك قلق في إيران، هل سيستمر بايدن في ولاية ثانية، هل سيعود ترامب ربما ويلغي كل شيء مرة أخرى. يعني هناك تساؤلات في واشنطن، ما هي نوايا إيران، كيف هي الخطط، العمل الإسرائيلي أصبح أخف، ليس ضاغطا كما كان حين نتنياهو. فهناك حسابات كثيرة من الطرفين، لكن أمريكا تريد العودة إلى سياسة أوباما. هذا لا يعني انسحاب الاتفاق النووي، هو إدارة النزاع مع إيران، فصل الاتفاق النووي عن موضوع الإقليمي. هذا يسمح لأمريكا تركيز كل مواردها وقوتها على روسيا، على الصين، على الأمور الأساسية. هناك اقتناع أن الشرق الأوسط استنزف الموارد الأمريكية، لابد من أخذ مسافة من الحلفاء السابقين مثل السعودية أو غيرها، إدارة النزاع بشكل مختلف مع إيران، واستعمال أوراق القوة الأمريكية مستمرة، يعني نراها في سوريا، نراها في العراق، يعني لن تنسحب، ستدير هذه النزاعات، لكن ليس بالطريقة التي عهدناها في العقود الماضية. هناك طريقة ناعمة بعيدة مختلفة، وهذا قد يتغير، يعني ليس هناك ثابت في السياسة الأمريكية، قد يعود رئيس جديد، قد يتحول الأمر ما، لكن في هذه المرحلة هناك إدارة لهذا النزاع. من هنا الإصرار الإيراني كان على أن يكون هذا الاتفاق نوع من المعاهدة، من أجل يعني إذا في حال يعني عاد الرئيس دونالد ترامب ما يلغي هذا الموضوع. هل هناك إمكانية للوصول إلى أنه يكون معاهدة مش فقط اتفاق؟ يعني المعاهدة صعبة، في تبعات قانونية لازم يقرر الكونغرس، يعني وهذا يحتاج إلى وجود إجماع. الكونغرس سيكبل يد بايدن في موضوع إيران إذا كان الاتفاق لا يلبي طموحاته في موضوع الصواريخ البالستية وغيرها. فبالتالي ليس مصلحة إيران تحويله إلى معاهد، هذا سيستمر وقتا، لن يمر في الكونغرس، لن ترفع العقوبات. فأفضل لإيران تعود بصيغة مشابهة للصيغة الأخيرة، بدون بالضرورة أن يتم تعديل، وليس اتفاق جديد أو الدخول في دوامة جديدة تحتاج إلى موافقة الكونغرس الأمريكي. يعني لا، يعني أعتقد هذا الأمر يعقد يعني حسابات إيران. ما بتوافق أنه اليوم هذا الاتفاق في حال الوصول إليه هو تمهيد للخروج، يعني أو ترتيب المنطقة قبل الخروج الأمريكي، أو أقل تخفيف وجوده بالمنطقة؟ هلا هو الخروج مستمر، يعني بالعراق خففوا، بسوريا خففوا، يعني ما في معنى خروج أمريكي بتصور البعض أو صفقة كبيرة أو خروج. صحيح. ده ما في شعار كبيرة، ما ضرورة تترجم، يعني في فيتو أمريكي مستمر في سوريا، في قدرة على القصف الجوي، في سلاح العقوبات، هذا سيستمر ضمن إطار معين، بس ليس هناك رغبة بنشر جنود، بتوفير أموال كبيرة، بعودة إلى استعراض القوة التقليدي. فهناك طريقة مختلفة لاستعراض القوة الأمريكية، لكن الذي يراهن على أن تخوض أمريكا حروب نيابة عنه أو يعني كما كان يحصل في السابق في حسابات الإقليمية، هذا يعني مختلف. لهذا نرى يعني حراك إقليمي جديد في تحالفات جديدة، كله عم بجرب يلاقي حاله هلأ بهالصيغة الآن. يعني هذا اللي عم تحكي عن بمنطقة الخليج، يعني الخليج وغيره. يعني عم تشوف يعني خصوم عم يحكوا بالخليج، تركيا عم ترجع تحكي مع إسرائيل، يعني في ديناميات مختلف منها، لأنه أمريكا لم تعد تقوم بهذا الدور، وتريد من هذه القوى الإقليمية أن هي تقوم بما عليها أن تقوم به، وليست دائما أمريكا تقود الموضوع.
لكن لديها سلاح لا يزال مستمر على القوى العالمية، موضوع العقوبات، يعني كما ذكرت القوى الجوية المفرطة، كلها أوراق. هل برأيك يعني اليوم البعض بيروح أيضا أنه اليوم هذا الاتفاق سيكون يعني للمصلحة الإيرانيين، وبالتالي سيجعل منهم القوة الإقليمية الأقوى اليوم مع بالمقارنة مع التركي والدور الإسرائيلي وغيره، وبالتالي سيعطي زخم للإيرانيين سواء اقتصاديا أو إطلاق يد بالمنطقة. هون رح فوت معك بعد شوي على انعكاساتهم على الوضع اللبناني، وهل يعني لبنان سيكون من الحصة الإيرانية في حال وصول الاتفاق أم عدم الوصول إلى هذا الاتفاق؟ بس برأيك الإيرانيين يعني هم أكبر الرابحين اليوم من هذا الاتفاق؟ بدون شك في مكاسب لهم، يعني في عودة لضخ الأموال، في عودة لأمور، بس كمان هن مجبورين، يعني هناك في أزمة مقيد. أزمة في لبنان، أزمة بالنسبة لهم في العراق، بسوريا تلقوا نكسة وراء أخرى من ضربات إسرائيلية، ما قدروا في إيران في الداخل الإيراني تعرضوا إلى أعمال استخباراتية لقتل علماء بالطاقة، يعني وضع كمان إيران مش يعني مثال الآن، خسر كتير حلفاء. بس ليش البعض بيقول إنه اليوم، بس يعطي مقارنة هيك بسيطة، إنه اليوم الإيراني يعني اليوم عنده سيطرة على 4 أو 5 عواصم عربية، عندك صنعاء، عندك لكن مفلسة. كيف؟ مفلسة. يعني فيك تاخذها بس يعني مفلسه، ما في يعني طاقه للاستنهاض، يعني واضح انه في لبنان وفي العراق بحاجه الى شريك، بحاجه انه يعني ما في يستمروا بنفس الطريقه، لديهم اوراق قوه يعني عبر حلفاء وعبر مجموعه على الارض، لكن ما في مشروع حكم، يعني كما نرى في مآزق، يعني بحاجه لبعض المآزق. بس مين قال اليوم انه هن بحاجه الى هيك دول تكون ضعيفه؟ يعني اذا في مشروع حكم بالتالي هذه الدول رح يقوى عند يعني تقوى، يعني اذا بدك السلطه المحليه او سلطه الدوله، بالتالي هي تريد هذه يعني مشاريع حكم ضعيفه بالتالي من اجل استمرار السيطره عليها. صحيح، هلا فتنا بنقاش يعني شو كيف ممكن لايران ان تستمر بهذه الطريقه، هي نعم ترى ان هناك حكومه هشه فرصه لها، لكن بنفس الوقت يعني هذا يؤثر على طبيعه يعني علاقة القوى للبنان اصبحت يعني ضعيفه، يعني انه تضطر انه استجرار بخرت قبل ما فوت بشان لبنان. خليني اسالك بالمنطقه، مين اكبر الخاسرين اليوم من هذا الاتفاق او المتوجسين؟ يعني بالعلن كان في اذا محاوله إسرائيل. التاثير كان اسرائيل، السعوديه، مين اليوم اكثر المتضررين من هذا الاتفاق؟ يعني واضح اسرائيل والسعوديه، الاسرائيل يعني نتنياهو خفف الضغط، كان بحاجه يدخل، كان بده مواجهه مع ايران، كان عم يلوح بالخيار العسكري، الاستخبارات والاستابليشمنت باسرائيل كان رافض، هلا راح وجاب هو كوهين حطه بالموساد، قنعه انه يغير طريقه محاربه اسرائيل بعمليات استخباراتيه نوعيه في الداخل وليس مواجهه مباشره، فبالتالي الإسرائيلية هلا لانه علاقاتهم جيده مع الامريكيين، فبالتالي في توافق ضمني انه عندنا هالفتره ممكن نحاول فيها نوصل لاتفاق لان افضل الحلول الموجوده هلا. السعوديه مش بالضروره يعني خاسره، بمعنى هي ستكون قادره على التعطيل في مكان ما، يعني هي عم تحكي مع الايرانيين في السعوديه لكن قد تعطل في عند الحاجه في لبنان كما راينا في المرحله السابقه، في العراق عندها بعض الأوراق يمكن تستخدم يعني. فبالتالي الأمريكيين يحاولون تجاوز الموضوع الإيراني، وبعتقد الحلف الجديد العربي السعودي عم بيحاول أنه يرجع على هذا الموضوع الأساسي في موضوع الإقليمي، وهذا الصراع سيستمر يعني بالمرحلة. البعض بيشوف يعني وجهة نظر مختلفة أنه اليوم هذا الاتفاق النووي في حال حصل رح يمهد يعني الاتفاق، المشاورات او الحوار المباشر بين السعوديين والايرانيين، بالعكس رح يكون دافع اضافي للوصول ايضا الى او تخفيف التوتر بين الطرفين. بعتقد هذا مرتبط باسباب داخليه سعوديه، تمهيد لصعود قياده جديده بالحكم، يعني ما بعتقد جد الموضوع في محاوله يعني لتخفيف النزاعات، لتخفيف الحده، بس الامور مستمر في عدم ثقه عميقه بين الطرفين. اللي عم بيحاولوه في العراق ما مبين رح يروح لبعيد، بلبنان الافق مسدود، مصالحهم عكس بعضها بشكل مختلف، بس في محاوله انه اعاده بعض التحاور، السعوديين صاروا بيفكروا يعني رابط نزاع بيفكر منفصل عن الامريكيين، بمعنى اذا الامريكيين عم بيحكموا على الايرانيين نحن سنتحدث معهم بطريقه لتخفيف بعض المصالح، بس ما عندها يعني حلفاء يعني في لبنان بحاجه انه يتفقوا مع حزب الله، او حلفاء في العراق بحاجه يتفقوا مع، عندهم مصالح بسوريا
في موضوع اليمن هو الأساس بالنسبة لهم، يحاولون إيجاد ترتيبات مع السعودية بمعنى أنه أضبطوا الحوثيين لتأمين خروج بطريقة جدية من هناك. هذا أكثر اللي على باله موضوع اليمني، بس في موضوع أخرى ما بعتقد فيه. يعني ما رح نشوف يعني رئيسي في الرياض وغزل بين البلدين، يعني ما في صفقة كبيرة. طيب السياسة الأمريكية اليوم تجاه اليمن، يعني في تأكيد دائم أمريكي أنه اليوم على ضرورة الحل السلمي لإنهاء الصراع باليمن، برأيك إدارة جو بايدن اليوم شو التصور للخروج، أو هل يعني هي راغبة بإخراج السعوديين من هذا المأزق في اليمن، أم تستفيد منه بالواقع يعني اليوم؟ هي راغبة بس ما عندها قدرة على إقناع السعوديين. يعني العلاقة الأمريكية السعودية موترة في موضوع النفط، في موضوع خاشقجي وتداعياته، في أسباب داخلية ضغطت على بايدن لاسيما من اليسار الأمريكي أنه لابد من إنهاء هذه الحرب، وقف الدعم الأمريكي للسعودي وأوقف الدعم الاستخباراتي وغيره. بس الأوراق الأمريكية اللي ضغط على السعودية منا مثل قبل بالعقد الأخير، يعني فما صار في ضغط بمعنى أنه إرسال موفد أمريكي، محاولة دفع لعملية سلام، في محاولة إقناع، أنه محاولة ترتيب وبعدين ما ساعد موضوع الحوثيين قصف بالسعودية والإمارات، فبالتالي حاولوا يدخلوا على الخط أنه داعمين لحلفائهم بالخليج لكسب ثقتهم في هذا الموضوع. فأعتقد أمريكا صار دورها محدود في موضوع اليمن، الأمر مرتبط بالقرار السعودي بتعاملهم مع إيران. إذا كان في أمور الأمريكيين مستعدين للتسهيل، بس ما لح يلعبوا دور أساسي لأنه المنطقة بشكل عام مش أولويتهم. يعني اليمن لم يعد أولوية كبيرة، كل المنطقة يبدو لم تعد أولوية، إيه لأنه في موضوع اقتصادي، في موضوع روسيا، في موضوع كوفيد، يعني الوباء وتداعياته. بس المشكلة الشرق الأوسط دائما يترك الباب الأمريكي بطريقة ما، يعود أزمة كبيرة، رأينا حرب غزة في مصار بغزة ببداية ولاية بايدن، دائما يعود بشكل ما حدث كبير يفرض نفسه، يعني. بس بشكل عام يعني يفضلون أن تبتعد هذه المشاكل عنهم. طب قديش اليوم الصراع الحاصل، الصراع الغربي مع روسيا بمسألة أوكرانيا والكباش الأمريكي الروسي راح يأثر على المسار التفاوض أم مش مرتبطين ببعض؟ التفاوض مع إيران؟ نعم. مش يعني الدور الروسي محدود في موضوع إيران. ضلبوا يساعدون الأمريكيين، بس بعتقد هذا جزء من الحسابات الداخلية الأمريكية الروسية في محاولة استعراض قوى، عم بيلعبوا بوكر لحد ما حدا عم بيعرف شو أوراده، بس واضح ما في حرب. محاولة يعني التفاوض، بايدن ما بده يبين أنه هو عكس ترامب في التعامل مع روسيا. بوتين دائما ترتفع شعبيته بعد مواجهة بهذه الطريقة. في محاولة لاختبار من بوتين لاختبار بايدن، رسم الحدود السياسية، بس بالنهاية يعني ما عنده قدرة بوتين لتحدي كبير، ولا بايدن مستعد يستثمر موارد، وضعه الداخلي ضعيف، إنجازاته محدودة، هناك تخبط في ولايته، فأيضا يعني ليس يعني بس عم نشوف يعني بالتالي أنت ترى أن الأمور لن تصل إلى حد المواجهة. ما في يعني ما بقى في نفس مثل يعني الحروب الجدية. يعني قد يكون هناك دعم لبعض حلفاء بوتين بأوكرانيا، دعم الأوروبي والأمريكي سيستمر للحكومة الأوكرانية، يعني في هل الموضوع يعني بس انه بتخيل المواجهة على الطراز يعني القديم بغزو روسي لأوكرانيا او قطاع جزء من يعني دونباس او على جزء من الحدود ما راح يصير. بوتين يدرس حساباته، بيعرف انه هذا مكلف بعلاقته مع اوروبا، مكلف بالسياسة، مكلف بكثير امور، والامريكيين كمان ما مش بوارد انه يتورطوا بحرب جديدة. يعني واضح انه مثل واحد عم بيلعب بوكر ما بده يكشف وراءه انه هو شو بده، اخر شيء بده يوصلوا لصيغه ما. قديش قادر بايدن يتحمل يعطيه تسويه بالداخل الامريكي، لانه الاستابليشمنت بامريكا ضد الروس، مناهض لهم بسبب انتخابات والتدخل، فبده يحاول انه يلاقي بايدن طريقه تعزز وضعه الداخلي وكمان بتسويه تدير ما يجري في اوروبا الشرقيه بطريقه افضل. ما يعني اليوم الجمهور اللبناني، في كلام كثير كان يقال، بلشنا كنت عم بسألك عن مسألة لبنان من حصة مين، يعني في حال تم هذا الاتفاق هل لبنان هو سيكون من الحصة الإيرانية أم لا؟ يعني لبنان ما حدا بده يكون من حصته، هلا صار وضع يعني صعب لدرجة ما حدا عنيله، ما حدا بده يكون في حصة كاملة. يعني لبنان يعني شركة مساهمة، يعني في حصة إيرانية، في حصة أمريكية، في محاولة لعودة حصة سعودية،
ما في جهاز مخابرات ما عنده ربما دور في لبنان، يعني ما في لا يحكم لبنان من طرف خارجي واحد أو طرف داخلي واحد. وفي يعني محاولة منذ فترة إيجاد صيغة ما بين إيرانيين أمريكيين بطريقة غير مباشرة، صارت بالتسوية الرئاسية، فاتت بالحيط، السعودية اعترضت عليها ودخلت على الخط الآن بطريقة كبيرة، يعني بعد تعليق خروج الرئيس سعد الحريري. رح أفصل أنا وياك اليوم، فكل هودي يعني جزء من المعادلة، بس يعني ما بقى يعني مثل مرحلة 8-14 أذار، ما في بقى في اهتمام كبير هذا الزخم في يعني. إيه يعني لا أطراف ضعيفة داخلية، ما في دعم خارجي جدي، لا الأمريكي مهتم، لا السعودي مهتم بيلعب دور مثل ما كان تقليدي من قبل دوره التقليدي، فما حدا مهتم، فالبلد بيعزز إلى حد بس هذا بيعزز انه اليوم النفوذ الايراني او ما يوصف بالنفوذ الايراني بالبلد. ايه ما بيحكى يعني كثير سعودي بيحكى عن نفوذ ايراني بمعنى انه السلاح وغيره، بس انه بحكم البلد بمفاصله الاساسيه على مستوى ما يتبقى من الدوله ليس في يعني في يد ايران، ولا يعني بنرى رغبه، يعني ما فيهم يغيروا حاكم مصرف لبنان. يعني الامريكيين او الاروقه السياسه الامريكيه اليوم لا تنظر انه اليوم لبنان واقع تحت الاحتلال الايراني، يعني في هلا اليوم من ضمن السرديات او بالصراع السياسي او الخطاب السياسي بالبلد في جزء عم بيقول انه لبنان تحت الاحتلال الايراني، هل السياسه الامريكيه اليوم او باروقه السياسه الامريكيه تنظر انه لبنان تحت الاحتلال الايراني او النفوذ الايراني بالكامل؟ هذا الموقف السعودي والاسرائيلي اللي يعتبر انه في هيمنه من حزب الله على لبنان، فبالتالي لا ضروري نحكي مع لبنان ولابد من فرض عقوبات لتغيير المعادله. لا الامريكيين عندهم نياص مختلفه، بمعنى نعم في هيمنه في سطوه كبيره على لبنان، بس في موضوع الجيش، في موضوع المصرف، في تعقيد الديموغرافية في لبنان، ما في شيء يعني مطلق، بس نعم في امساك بمفاصل أساسية بالنظام اللبناني بطريقة أخذ القرار واضحة، يعني لا يمكن يعني بس مش يعني بنظر الأمريكيين أنه على عكس موقف السعودي أنه إذا تم انسحاب الأمريكي سيملأ الفراغ بطريقة واضحة إيرانية في موضوع مساعدات الجيش، في موضوع الغاز، رأينا تحرك السفيرة الأمريكية بعد موضوع نشوف هلا هوكشتاين يعني والموضوع ايه الغاز، فالأمريكيين يخافون من الفراغ، يعني بالنسبة لهم الجيش اللبناني أساسي بمعنى لاستمرار حد أدنى من الاستقرار لمصالحهم ولا حلفائهم، فبالتالي ما بده يريدوا التخلي بالموضوع، يعني عكس المقاربة يعني السعودية. اليوم اللي عم تحكي عنه كمان أيضا من الشواهد أنه اليوم الأمريكي بلبنان بهمه اليوم استمرار نفوذه، على عكس يعني كل ما يقال، مثلا شواهد منه استمرار بناء السفارة بتكلفة تصل إلى قرابة المليار دولار، بالتالي هذا بيعزز نظرية أنه الأمريكي ما رح يعني ما رح ينسحب من البلد أو ترك النفوذ للإيرانيين، صحيح؟ ما رح ينسحب بس ما رح يواجه، يعني المصالح موجودة رح تستمر، يعني لو ما يعني موضوع حاول الروسي الدخل على موضوع المساعدات العسكرية واضح أنه ما كان في أفق لألون. طب ماذا يهم الأمريكي من لبنان؟ يعني بالتالي إذا حصل هذا الاتفاق مع الإيرانيين البعض بيروح أبعد بالتحليل أنه سأطلاق يد حزب الله بلبنان. يعني هلأ واضح أنه انسحاب يعني سعد الحريري سيقوي بطريقة ما نفوذ حزب الله بمفاصل أساسية، وهذا جزء من التباين الأمريكي السعودي. بس يعني الأمريكيين كانوا غير راضين على مسألة انكفاء الرئيس سعد الحريري، إذا كانوا بفضلوا ما يتعاملوا مع الموضوع. إيه هلا هن تاريخيا طب ليش ما حصل؟ البعض بيسأل أنه اليوم الأمريكي ما بيقدر يضغط كان على السعودي من أجل إذا بدك فتح الباب للرئيس سعد الحريري وتأمين المظلة الإقليمية. حاول 2018 صار في مباركة وصار في هيدا، تدخلوا هن عادة مش دائما بيتدخلوا مع سعد الحريري لمساعدته، هو بيلومهم بمفاصل أساسية أنه ما تدخلوا بثمانية أيار بسبعة أيار بس تدخلوا بشكل حاسم وقت احتجازه بالرياض، كان الموقف الأمريكي حاسم. بس هلأ ما لح يعني يخوضوا معركة لتكريس عودته، ما قدر يقنعوا السعودية، واضح أنه ما قدر كان يستمر، هناك يعني حصار له سعوديا يعني، وكان واضح انه ما عنده خيار، يعني نظرا للداخل اللبناني وعلاقاته الخارجيه ما في عنده مخرج، بس ما لح يعني يخوضوا معارك كرمال يبقى او يعود الى الحياه السياسيه، وهن بحاله مراقبه الان عم بده يفهموا شو عم بيصير. بس هي مش يعني. هي مساله الدور، طب مين راح يملا هذا الفراغ؟ هل هو تمهيد
شخصيات أخرى مثل بهاء الحريري، يعني بتشبه اليوم إذا بدك المرحلة بالتسعين واتفاق الطائف تمهيدا لوصول شخصية أخرى. البعض بيطرح اسم بهاء الحريري أو ما في هذا الترتيب بعد؟ لا، الأمريكيين ما في، هو راح بها على واشنطن وعندهم تساؤلات بعد عنه، يعني شو بده يعمل وين بده يروح وشو مشروعه السياسي، بس مش راح يعود لهم هن يعني تطويبه او عدم تطويبه لهالموضوع. الانتخابات هي راح تكون اساس، يعني مين راح يربح، اي قوه راح تفرز بمناطق بيروت وغيرها، مش يعني لا يعود بالضروره يعني لطرف خارجي وتحديد بيصير. طبعا كلهم رح يشاركوا باللعبه السياسيه بالتاثير وبالنفوذ وغيرها، بس ايه هن لانه علاقتهم مع سعاد الحريري قويه من عام 2005، يعني دائما كان في تواصل، دائما في كان تبادل، بيرتاحوا بالتعامل معه اكثر من غيره، مع ادراكهم لمحاسنه ومساوئه وحدود قوته وحدود نفوذه وطريقته في اللعب السياسيه. بس كان بفضله يعني انه ما في سياسه امريكيه في لبنان، يعني دائما بينحكى انه الامريكان وفي صفقه كبيره وعندهم خطه. ما في شيء اسمه سياسه امريكيه بلبنان منذ عام 2009 2008. بيعيشوا بطريقه رياكشن هلا، بيتعاملوا مع بردت الفعل مع هيدا، بيحاولوا اداره يتدخلوا بهالنقطه، بس انه ما في غايه. وحتى السعوديه يعني بتحكي شعارات كبيره، ما في غايه واضحه لاهداف. هذا الاخطر، هذا البعض بيقول بمهد انه بتحول لبنان الى نوع من دوله منسيه، يعني غير مكترثين بما يجري بالداخل اللبناني، باستثناء بعض الملفات الاساسيه اللي من ضمنها هلا رح نفوت على مساله الغاز والنفط. هل هذا الموضوع برايك بيعزز انه لبنان يصبح دوله منسيه او هامشيه، يعني انطلاقا من افتقاد دوره بالمنطقه؟ يعني هن هم لبنان ما يصير مصيبه كبيره، هذا الهم، يعني بمعنى انه ما يصير في انهيار، ما يصير في حرب اهليه، مساله اللاجئين وصلت الحدود مع موضوع اللاجئين، مسك الحدود، كل هالامور بشكل عام. وفي تعب من الطبقه السياسيه مثل ما بالداخل في من الخارج، بمعنى انه مع انه هي من نتاج يعني هذا الصراع الايراني الامريكي السعودي، يعني هن بمعنى تعوموا هذه الطبقه السياسيه لعوامه ولعقود ربما، بس الان في تعب منهم بمعنى انه كيف بدها تدير هالصراعات، كيف بدنا نطلع من هذا الانهيار الاقتصادي، من سيمولوا؟ عم بيحاولوا الامريكيين يقنعوا السعوديين، رفضوا، الايرانيين ما بيقدروا يمولوا، ما في بديل. يعني عنده بالنسبة لهم يعني مثل بالداخل إدارة هذا الانهيار بطريقة أنه وجع رأس أقل وأموال أقل علينا، يعني وهذا المخرج صعب، لأنه لا الداخل قادر على التغيير عبر المؤسسات أو عبر الثورة، لا الخارج قادر على الضغط أو راغب بالضغط، ونحن في هذا الجمود الآن الذي قد يستمر. يعني هذا الجمود كسر اليوم انكفاء الرئيس سعد الحريري بالسياسة. البعض بسمع يعني التحليلات اللي على اللبناني أنه اليوم هذا ما راح يكون فقط انكفاء الرئيس سعد الحريري، هذا سيستتبع ايضا انسحاب او انكفاء شخصيات اخرى بطلب خارجي. يعني البعض بيقول انه اليوم تخيير بين الاستمرار او عقوبات معينه، هل رايك هذا الامر واقع؟ يعني اليوم هناك رغبه امريكيه بتغيير وجوه السياسه اللبنانيه، انطلاقا من عم بتقولوا انه ياسوا من هذه الطبقه السياسيه وتقديم سياسيين جدد عبر مجتمع مدني، عبر شخصيات جديده ودعمها في الانتخابات. هلا هون بنفتح نقاش كبير انه بصير لك في تدخل بالانتخابات، وهلا ما بعرف اذا هن عم بينبشوا على مرشحين جدد، بس ايه عندهم مقربين هن من مجموعات او من هيدا اكثر من غيرهم، يعني بس انه بمعنى انه رح يتدخلوا بالانتخابات او دعم، يعني او دعم ايه يعني بدون شك بفضله انه يكون في وجوه جديده بالبرلمان، وقالوها بشكل واضح يعني بموضوع تشكيل الحكومه وبغيرها. بس قديش يعني التجارب السابقه بالتدخل الامريكي في موضوع اللبناني عبر انتاج ما كان يسمى، الكلمه ما كنت حبها ابدا، شيعه السفاره، وما وصل لمطرح يعني في ادراك للسياسه الامريكيه انه التدخل دائما او تبني بعض الشخصيات قد لا تفيدها بالضروره، يعني فبالتالي في محاوله لاخذ مسافه، مع انه واضح تفضيل أن يكون في تغيير بالطبقة السياسية بشكل عام، بس في إدراك يعني. بس الأولوية اللي أنت عم تحكي عنها اليوم، إذا حسبنا أنه اليوم بتغيير الأكثرية وحصلت هذا التغيير بالأكثرية وانتزعت الأكثرية من حزب
حزب الله يعني، واليوم العنوان الأساسي هو بالنسبة للأمريكيين والغرب هو مواجهة حزب الله، بس بهذا الأمر تجرب يعني 14 أدار أخذت الأكثرية مرتين بال2005 وبال2009 ولم يحصل هذا الأمر، بالتالي تكرار نفس المعادلة للحصول على ماذا؟ يعني الحصول على نفس النتيجة. لا ما في أكترية يعني بلبنان، في أكترية وهمية والأكترية السياسية لا تترجم بالواقع الميدان بمن يمسك الأرض ومن يعني اللعبة السياسية محدودة أفقها يعني. فبالتالي يعني مش إنه يعني بيوصل الأكثرية وبيتغير كل شيء وبصير معه الجيش وبصير معه كل شيء، يعني واضح في يعني مناطق نفوذ واضحة، في توزيع نفوذ واضحة بالإدارات الرسمية، وهناك شكل سياسي مستمر بمعنى إنه مين عنده أكثرية بمجلس النيابة أو لا. بس إيه واضح إنه ما لح نفوت بتغيير كبير، بدنا نفوت بتغيير بانسحاب سعد الحريري، تراجع ربما شعبية التيار، في أمور يعني غيري بيحكي أكثر بالانتخابات أكثر. لا أنا ما راح أفصل معك، أنا عم شوف بس إيه، بس بالمعنى إنه أنا سألتك تمهيد لشوف إنه اليوم هل في إنه لمراهن إنه افترضنا بياخذ بهاء الحريري اكثريه، افترضنا غدا بيربح انتخابات وبيصير عنده اكثريه وبشكل حكومه، يعني افترضنا الحكومه اللي بيفترض الحكومه ستحكم ببلد مثل لبنان بيكون مش فاهمين، لانه ما فيها تفوت على منطقه، ما فيها تغير موازنه بدون. انا سالتك لانطلاق سؤال تمهيدي اخر، هو اليوم هل هناك يعني اليوم بيحكي عن انه كل هذه الفتره هي رح تكون تمهيد لمؤتمر تأسيسي جديد، وبالتالي مؤتمر تأسيسي الخارج رح يكون له الدور الأكبر، هل هناك يعني برأيك توجه إلى هذا المؤتمر تأسيسي تغيير الصيغة اللبنانية انطلاقا بعض بيحكي عن لعب دور للجيش بعد الاتفاق النووي، ربما يكون أعطاء الحزب الله قيادة الجيش أو غيره، يعني ترتيب أمور يعني بالصيغة اللبنانية أو تغيير النظام اللبناني؟ أنا هلا بشكل عام ومثال يعني لابد أن تكون هذه المبادرة داخلية بلبنان، ولابد أن يكون في انخراط لقوى غير القوى التقليدية، تتكون في نقاش طويل المدى ومسار أنه يبدأ يعني بحاجة لتعديلات أساسية بالنظام. حتى الآن مثل ما ذكرت كل المبادرات اللي صارت في موضوع النظام في لبنان كانت خارجية، يعني نرجع للستينات للسبعينات لهلا ما في نضوج هلا لهيك نوع من تسوية كبيرة. هذه التسوية بتجي بعد مواجهات، بعد حروب، بعد يعني على الحامي مش على البارد. ايه على البارد ما في يعني لا طبقة سياسية مستعدة، لانه اذا غيرت هذا النظام شو البديل؟ لمين بتعطي القوة؟ هل تعطي لحزب الله وحلفائه يتعززوا اكثر بالنظام السياسي مقابل سلاحه؟ لا يعني ايه واضح انه عندهم قوة كبيرة، هل سيتم ترجمتها الى الداخل النظام بطريقة ما؟ يعني ما شايف انه هالتسوية ناضجة بما هي المعادلة الداخلية الان. ما بعرف شو بصير بعد سنة، شو بصير بعد سنتين، بس واضح النظام في مأزق بنيوي ما في مخرج له. قلنا 20 30 سنة من حروب الى انهيارات الى حروب الى انهيارات، بس شو البديل، شو الصيغة، شو هيدا؟ ما بعتقد الطبقة السياسية التي اوصلت الى هذا حد يمكن هي الآن تؤمن الخروج منه. يعني في حال بده يكون تدريجي، تعديل في صيغات إصلاحات، ما تعديل تدريجي بالانتخابات بالأدوار، ما في شيء بعتقد يعني اللي بيراهن أنه يصير في مؤتمر تأسيسي كبير ويغير كل شيء بالبلد، يعني أنا عندي شكوك يعني. هذا غير واقع. أيوه. تمام، رح نكفي هذا النقاش أستاذ جو بعد الفاصل. رح أسألك عن سلاح العقوبات اللي تستخدمه أمريكا، يعني باليوم بالسياسة اللبنانية صار أكثر من شخصية وباستمرار فرض هذه العقوبات، وهذا شيء ممكن يأثر أيضا بالانتخابات النيابية المقبلة. فاصل ونتابع هذا الحوار. مرحبا فيكم عن جديد مشاهدينا، ونتابع هذا النقاش مع ضيفي جو معكرون الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي. سلاح العقوبات، يعني الأبرز كان بالفترة الأخيرة فرض العقوبات على الوزير السابق جبران باسيل والمعاون السياسي للرئيس نبيه بري علي حسن خليل، نائب علي حسن خليل. برأيك هل اليوم مستمر هذه يعني سلاح العقوبات بوجه الشخصيات اللبنانية؟ وهل بالنسبة يعني بلبنان دائما كل ما يفرض عقوبات ينقال انه هذا بالسياسه يعني وفقط لاعداء او خصوم الامريكيين وبيفرضوا عقوبات على حلفائهم؟
هلا هذا الشيء ناقضه انه جهاد العرب باخر دفعه. انا بدي اسالك من هون اذا من ضمنه كان اشاره انه عن تخلي عن الامريكي عن الرئيس سعد الحريري. هلا موضوع العقوبات للسياسيين هي بدات مع اداره ترامب لانه كان عنده بدات مع الرئيس بوش قبل وقتها. لا مؤخرا يعني بعد بمعنى كان انه كان عنده اجنده اكثر وضوحا بلبنان، فبالتالي حاولت تشتغل مع السعودية، صار في تنسيق بالموضوع، وكان العقوبات اللي ذكرتها. إدارة بايدن عم ترجع لنظرة مختلفة لهذه العقوبات، لازم أن تستخدم بطريقة سياسية، بمعنى أنه على يكون في ملف مرتبط بشيء معين بعدم استخدامه بملفات سياسية. وصار في نقاش كبير بمعنى أنه إذا فرضنا العقوبات إذا كانت على هذه الشخصية، لماذا على الأخرى؟ لماذا على حلفائنا أو لا؟ فبالتالي إدارة بايدن غيرت هذا الأسلوب. هلا العقوبات على حزب الله بتستمر بشكل دوري، مرتبطة بإجراءات بيروقراطية، هناك غربلة لأسماء، هناك بتقطع بوزارة العدل ووزارة الخزانة وبعدين بتطلع. هذا الأمر مستمر، بس على مستوى السياسي توجيه الرسائل، الأمريكيين والفرنسيين متفقين أنه أن يتم التنسيق، بس ما بعتقد السلاح رح يكون مستخدم. يعني الطبقة المجتمع الدولي أو سيما الأمريكيين والفرنسيين ليسوا مستعدين، بعض بنقول للاسف، انه يتم الضغط. يعني رايناهم تراجعوا موضوع تشكيل حكومه، تراجعوا بموضوع ملف الغاز اللي حد حيحكي عنه بعدين ربما. صحيح. يعني ما صار في ضغط بمعنى بطريقه انه هذه الطبقه السياسيه علينا نتعامل معها بالموجود. يعني فبعتقد ما رح نشوف، لانه ما عندهم كرايتيريا انه ليش بدنا نختار هذا الشخص ولا مش هذا الشخص، لما نختار انه هذا الموضوع الفساد او في موضوع حزب الله. ما عندهم كرايتيريا، وما بتفضل إدارة بايدن ما تفوت بهذا الموضوع. بس العقوبات حزب الله هتستمر، يعني الشخصيات كيف تتغربل، بس ما بعتقد رح يكون، يعني ما رح نشهد من نوع العقوبات اللي فرضت مثلا على جهاد العرب انه على شخصيات تصنف بخانة اصدقاء للامريكيين. هل هو منه اصدقاء؟ يعني حتى يمكن علاقته مع سعد الحريري ما كانت بفترة، بس كانوا عم بيحاولوا انه يظهروا انه نحن في عنا توازن، فينا من هذه الطائفة ومن هذه المجموعة ومن هذا ستة وستة مكرر هيك. يعني ما في كرايتيريا، وبعدين حسوا انه لا في شيء غلط، انه كيف عملناها. يعني ما هل دائما بقول انه ما في سياسة أمريكية واضحة بتنعكس بهالأمور، يعني مع مين بنبلش وضد مين ووين يعني في حق الغام في لبنان قبل ما يدخلوا فيه. فبعتقد ما رح تكون هالورقه مستخدمه بهالطريقه، لا سيما انه في تنسيق مع الفرنسيين بالموضوع. يعني العقوبات على النائب جميل السيد اجت بهذا السياق، ويقول انه ما اجت، يعني اجت بسياق سياسي ايضا مش بسياق مكافحه الفساد. بترك جميل السيد يعني ما عندي معلومات، يعني بعتقد كان في محاوله ل إيجاد صيغة هيك معينة إنه من كل الأطراف من كل هيدا، بس ما عندي معلومات، ما عندي تعليق. هنفوت على موضوع النفط يعني وهوكشتاين. في الأسبوع المقبل سيعود الرجل ومعه خلاصة القرار الإسرائيلي اليوم. برأيك يعني هل سنصل إلى هذا الموضوع، يعني نصل إلى نتيجة بهذا الأمر بضغط أمريكي، لأنه الأولوية بالنسبة لهم هذا الموضوع؟ يعني من 2009 لقليلة هذا أولوية للأمريكيين وحاولوا كل شيء، بس على عكس إدارة بايدن اللي ضغطت بشدة أصبح موضوع أولوية. يعني صار في حتى تحذير للسياسيين اللبنانيين بدفعوا. إدارة بايدن عندها أسلوب مختلف، فعم تجرب أنه تربطه بترتيبات إقليمية، تربطه أنه تشجع اللبنانيين. هلا عم بينحكى أنه في خط متعرج جديد يمكن يكون في اختراق فيه. أنا مش كتير متأمل، ما عندي معلومات، بس ماني كتير متأمل لأسباب داخلية لبنانية لحسابات إسرائيلية. وأفضل صيغة لا تزال أنه اللي عرضت قبل سنوات، بمعنى فك الاشتباك بين الطرفين، بيترك محل معين لا يتم التنقيب فيه، وبيتم التنقيب بشكل منفصل، لأنه الموضوع كبير، يعني مرتبط بكثير من الحسابات في الداخل والخارج. ما شايفك ناجح. هلا اللبنانيين بيسيروا لانه عندهم مصالح مع الامريكيين، بيقولوا لهم ايه وبنجرب وبنحكي، وكمان ربما الاسرائيليين بهالموضوع يعني قد يكون مخطئ، يعني بس ما شايف في اختراق جدي، يعني لا سيما في الوضع الداخلي اللبناني. بس بعض بيقول انه لا، جاي اليوم هوكشتاين بخلاصه القرار الاسرائيلي، يعني اليوم ممكن بالعكس يكون في بوادر لوصول في مرحله لاحقه الى نوع من هو بنفس الشيء بيقولوا ايه وبيبلشوا حكي.
وبعدين بعد شهر بلش ما تسمع بالموضوع بقى. يعني المبادرة دائما بتبلش هيك وتبلش تنزل بس تفوت بالتفاصيل. فتنشوف يعني الموضوع يونيفر كانوا المحادثات دارت بحلقة مفرغة. الملف المفاوض اللبناني أيضا كان تخبط فيها ليكون سياسي أو عسكري، هلأ تجاوزنا هالقصة. يعني في كثير من التفاصيل، يعني بعتقد الأطراف كلها عم تكون عم تجامل إدارة بايدن، بس بالنهاية نوصل للتوقيع مش كتير متفائل. طيب موضوع آخر، الموضوع اللي بيعطي أيضا إشارات عن أنه اليوم الأمريكيين بالشأن الداخلي اللبناني، مسألة رياض سلامة وإذا كان فيه له غطاء أمريكي وهذا الدعم، شو رأيك اليوم بهذه المسألة؟ يعني واضح أنه بالنسبة لرياض سلامة أنه بيعرفوه بفضله اللي بيعرفوه من اللي ما بيعرفوه. يعني أنا تبعت من زمان من فترة طويلة يعني زياراته على واشنطن، و واضح في علاقة، بس إنه إذا اتخذ قرار جدي بتغييره الأمريكيين يعني وجابوا حدا بديل لإله يعني كمان بيسهل المصالح السياسية الأمريكية، ما راح يعني يصير في انتحار جماعي بواشنطن. يعني برأيك في مبالغة لبنانية من البعض يوصف إنه اليوم بمعنى رياض سلامة هو يعني في مظلة أمريكية عليه؟ في اتفاق على تعيين بديل لإله جاهز؟ هل الحكومة قادرة على طبقوا بعض؟ إيه. فالمشكلة إنه إذا بيتلقى بديل إيه، بس إنه واضح إنه هذا الحاكم أشرف على إفلاس البلد بطريقة ما، لكن هو موجود في المرحلة. ببلد طبيعي بيصير فيه يعني تغيير، بس البلد مش طبيعي. هو بلد صحيح مش طبيعي، بل يعني في محاكاة اليوم دعاوى عليه أوروبيا، بس دائما في المقولات انه هو محمي امريكيا. يعني برايك هذه يعني المقوله هي اختراع لبناني؟ لا، صار في هالحكي لانه بعد ما زاروا المسؤول الامريكي اجى فتره راح عنده على البيت. فهو كما ذكرت يعني بالنسبه لانه هن بيعرفوا، بالنسبه لهم مش كل شيء هو عليه، انه كمان في طبقه سياسيه هيدا. والسؤال اللي عندهم هن شو البديل، بمعنى اذا البديل انه بده يجي نائب الحاكم او بديل مين، بيجي حدا ربما قريب من حزب الله. يعني لابد من قرابته، يعني للاسف يعني هذا حيكون مقربه بعد الانتخابات الرئاسيه، بعد ما يكون في خريطه جديده، في اتفاق اكبر، وبيكون يعني بعتقد انتهى بمعنى سياسيا كدوره. قصه مساله وقت، هو يضيل انهيار يعني، بس السؤال هو من بيجي بعده، من يعين بعده، الاليه. بس انه اذا صار في اليه بكره وصار في هيدا، يعني الامريكيين دائما يعني حتى طارت حكومات سعاد الحريري قبل وقالوا عادي هذا مسار دستوري. يعني الامريكيين بهموا المؤسسات اكثر ما بهموا يعني الاشخاص. اذا كان في بديل جاهز ما بيغير كثير بطبيعه كيف هن بيشوفوا اللعبة السياسية ودوره الاقتصادي، ما في مشكلة. بعدين هو مجبور، يعني اليوم أي حاكم اليوم بيجي مجبور، يعني اليوم ما بيقدر يخرج عن هذا المسار المرسوم. حسب بيتعين إيه، بس ما فيك تحط حاكم مصرف لين بيواجه المجتمع الدولي. ما هذا اللي عم لك إيه، يعني قدرة الأمريكيين على شل قطاع المصرف على وقف التحويلات كبسة زر يعني. إيه يعني واضح، وهو خدم حزب الله بمعنى راح كذا مرة عند الأمريكيين إنه لابد من إعفاء بعض المؤسسات الاجتماعية لحزب الله، لابد من هيدا، تمكن من وجود اختراقات، فبالتالي لعب هو هالدور بين. برأيك لعب هذا الدور يعني وأمن، ولهذا هو محمي من الطبقة السياسية لأسباب كثيرة. يعني حتى من حزب الله أنت برأيك إنه لعب هذا الدور وأمن مصالحه المالية. أنا بتذكر كثير وتراه في بعض المؤسسات الاجتماعية هو طلب بشكل خاص إنه تضل. أوقات كان يفاجئوا الأمريكيين، كانوا يرفعوا دعوة تطلع بالإعلام وبعدين يتصل فيه يقولوا لو ما أنتوا لي إنه بتذكروني بالجو، كانوا يفاجئوا بمعنى يفرضوا عليه بعض الأمور. فكان يضطر يوازن بين ضغط الطبقة السياسية وحزب الله وضغط الأمريكيين، وهذا كان دوره اللي ساعده في المرحلة بمعنى. بس هلأ كل شيء نهار، يعني ما بقى مثل قبل. وشفنا يعني اليوم بمسألة النظام المصرفي، وأيضا في كلام آخر يقال أنه ما رح يسمحوا الأمريكيين بانهيار كامل للبلد أو مؤسسات البلد، وأسرارهم على شكل أساسي على حماية الجيش. قديش اليوم في رح يكون مستمر أو في دور معين للجيش يعني بخلال بالسياسة الأمريكية اليوم بلبنان؟ لا، واضح رح يستمر. يعني حتى دائما بقول وتحاول البيت الأبيض بأيام ترامب أنه يوقف المساعدات، وصار في تهديد واضح، الجيش تدخل بشكل حاسم.
وحط اجره بالارض انه هذا الموضوع لا يمكن تلاعب فيه، فهذا يستمر يعني في حلفاء غير لامريكا ما عم بيلعبوا هالدور، فالامريكيين عم يتدخلوا لمحاوله يضل في حد ادنى من الاستقرار. دور الجيش الامريكي امنيا قادر على القيام بمسؤوليته، علاقته منيحه مع قائد الجيش فعم بيسهل هذا الموضوع. فانه الفكره انه الامريكيين بيمنعوا الانهيار وما بدهم الانهيار شوي كبيره يعني، بس يحاولون يحاولوا انه ايه يعني لانه عم يعينوا السعوديين ما بدهم يتدخلوا. بيقول حزب الله او اليوم سرديته انه اليوم هي في مؤامره، اليوم شفنا نائب محمد رعد عم بيقول انه يحاولون تدمير القطاع المصرفي، يعني هن صنعوه هن عم بيدمروه هلا بمواجهه حزب الله لتطويقه ايه. يعني وهذا سؤال البنك الدولي انكار كبير انكار كبير يعني السرقات اللي صارت وكل الامور يعني كله حق على الاطراف الخارجيه الامريكيين والايرانيين والسعوديين، والاطراف الداخليه كانت يعني تقوم بعمل تنوبي وفشفلت يعني. لا في اسباب كبيره للانهيار، نعم في صار في حروب صار في هذا، بس الاسباب لا احد يعني يلوم الخارج، هو صناعه محليه والخروج منه ايضا صناعه محليه. يعني لا يوجد حصار امريكي على البلد لا ما في، وين الحصار يعني؟ فاتت باخره وفي غاز، الدولار بكل مناطق حتى مناطق حفظ حزب الله يعني بدون ضوابط، يعني ما شايف انا انه مجتمع دولي عم بيقول له بس اعطوني موازنه اصلاحات والحكومه رافضه او النظام رافض. يعني اول مره المجتمع الدولي عم بيقول لك انه بنعطيك مصاري بس عمول حد ادنى، حتى يعني اليوم صندوق النقد قلبه احن على الناس وعلى البلد اكثر من الحكومه الحاليه. رح اتطرق اليوم انا وياك على مساله المفاوضات مع صندوق النقد، ما زال فتحت الموضوع، هل برايك رح توصل هذه الحكومه حكومه رئيس نجيب ميقاتي اللي اجت كمان بدعم خارجي الى اتفاق مع صندوق النقد قبل اليوم؟ او البعض ايضا بيربط انه رح يكون اذا في حال وصل الى هذا الاتفاق ام لا تسهيل امريكي او اعطاء ضوء اخضر للوصول الى هذا الاتفاق مع صندوق. يعني أنا عملت فترة مع صندوق النقد، صحيح بعرف كيف بيفكروا بموضوع حضرتك كنت مستشار لهم، فعندهم شكوك يعني ما بياخذون بجدية الطبقة السياسية بالحوار معهم، مع أنه في مشاكل خاصة بالصندوق. بس بعد بيعطي بدي أقطعك بس بهي النقطة لأسألك أنه ما بياخذون بجدية، بس يعني احنا بالثلاثين سنة بالفترة اللي قبل يعني كان صندوق النقد يعني بلبنان ليش ما كان في يعني إذا بدك تحذير معين، أو لأنه لبنان دولة هامشية ما بتأثر بالاقتصاد العالمي ما كان في تحذير من طرق يعني من الوضع الاقتصادي اللبناني أنه واصلين إلى ما وصلنا إليه من هذا الانهيار؟ صندوق النقد ما هو مؤسسة مثالية يعني يخدم الحكومات وهذا اللي عمل لك يعني في دور سياسي، حتى يعني البنك الدولي يعني قبل الانقلاب الكبير لعب دور بتعزيز تعويم الطبقة السياسية في مكان ما، وفي اعتراضات على هذا موضوع آخر. بس أنا بتذكر كثير يعني بدون ما نفوت بالأسماء أي وزراء مالية أو هيدا، صار في دائما حكي أنه لابد من وضع موازنة لابد من هيدا، دائما كان في كلام بس ما كان يطلع بالعلن. قعدنا 12 سنة بلا موازنة. إيه وما كان يطلعوا بالعلن، وكان دائما يقولون لابد من تصويب بعض الأمور وعندهم كان قنوات اتصال مفتوحة، في أحد وزراء المالية كان يرفض يشوفهم بس يجوا على بيروت. ففي كثير امور كانت خطا من الطرفين، وكان دائما جواب الحكومه انه في عبء موضوع الحرب السوريه، في عبء هيدا عبء النازحين وهيدا كنت اسمع بكل الاجتماعات مع المسؤولين اللبنانيين مع صندوق النقد نفس المنظومه نفس المنظومه. فايه في من الطرفين في، بس انه توقع لاتفاق قبل الانتخابات انا بشك. خلينا نفصلها هذه النقطة، بس اسمح لي استاذ جو ناخذ فاصل اعلاني، رح نفصل هذه المسألة وصول إلى اتفاق من عدمه مع صندوق النقد، فاصل أخير ونتابع. مرحبا فيكم عن جديد مشاهدينا ونتابع هذا الحوار مع ضيفي جو معكرون الباحث المتخصص في الشأن الأمريكي. عم نحكي اليوم عن هذا الاتفاق مع صندوق النقد أم لا، عم تقول لي شبه مستحيل الوصول أو اتفاق إطار أقله مش ممكن الوصول له قبل الانتخابات النيابية برأيك؟ يعني مثل ماشي الوتيرة هلا صعبة. المشكلة الأساسية أنه ما في اتفاق على لبنان بلبنان كفية توزيع الخسائر، صحيح هذا بده يضل المشكل الاساسي يعني، وبشكل عام ما شايف امور كبيره رح تصير قبل الانتخابات النيابيه والرئاسيه في لبنان. ففي محاوله تفكير، في محاوله ضغط، يمكن يوصل لاتفاق مبدئي بس مش لاتفاق نهائي.
الحكومه روحت شهرين ما اجتمعت، يمكن بكره يصير في ازمه جديده، بيصير في مقاطعه للحكومه، يعني ما في ثبات سياسي بيسمح للتوصل بهالاتفاق. يعني الموازنه بدها وقت هلا الاتفاق عليها، يعني ما في بلد بيمروا بانهيار على هالمستوى. اول شيء بيعين حكومه هوات، ثانيا ما في رؤيه اقتصاديه واضحه للخروج من الازمه، ابعد من انه نرقع من هون وهون. اي بلد يعني باليونان بيقطع بي 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 في رؤيه اقتصاديه واضحه. هلا مش معروف حتى بالموازنه شو صار التصرف. برايك هذه الحكومه لا تمتلك رؤيه اقتصاديه، ام كل ما يجري هو مقصود اليوم لتحميل الحلقه الاضعف بالمجتمع على الخسائر ورفض يعني اذا بدك الطبقه الغنيه بالبلد او 1%، ومن استفاد من الفتره السابقه انه يتحمل جزء من هذه المسؤوليه؟ هلا ماني خبير اقتصادي وماني يعني بس ما حدا برايي ما حدا بياخذ قرارات كبيره وصعبه قبل الانتخابات. فهلا في محاوله هروب من القرارات الكبيره للوصول الى 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 المرحله الانتخابيه. وطبعا يعني اغلبيه هذه الوزراء هن مديرين مكاتب مش وزراء لا ياخذون القرار. يعني ومثل ما قلت في محاوله ترقيع اكثر من محاوله انقاذ جديه على مستوى لحظه الانهيار الذي عاشه لبنان. هل الامر مش موجود؟ انطلاقا من خبرتك مع يعني مع صندوق النقد بال يعني بالخطه اللي قدمت له من الحكومه اللبنانيه، يعني قال لهم ما ماشي، حتى يعني هو كان رحوم اكثر، يعني قال لهم ما ماشي الحال هيك ورد هذه الموضوع. هل برايك اليوم هو يعني التمسك بهذه الاجراءات التي توصف باي بلد انه هي اجراءات صعبه وقاسيه اليوم هي فقط اقتصاديه، ام في حال كان هناك اذا بدك قوه دفع سياسيه من الامريكيين غيرهم بيعطي لبنان الجزء من هذه الاموال؟ لا اذا ما في اتفاق ما في اموال. لا بس قصدي انه بيسهل الوصول على الاتفاق اذا كان في اتفاق سياسي او انه اليوم تخفيف هذا الضغط على لبنان. لانه كان بفترات سابقه الحكومات تتعهد انه بنقدم اصلاحات من باريس واحد لباريس اثنين لا سادر وما حصلت هذه الاصلاحات. لا هلا الوضع مختلف، لانه قبل الاصلاحات كانت تجي على اساس منح وكان بدون مقابل سياسي، وكان على هلا عم بيقولوا لا في خطه واضحه بدنا نشوفها، انتم قافلين شوفوا شو فيكم تعملوا. يعني ما في وعود هذه المره؟ لا يعني صندوق النقد منه يعني لجنه خيريه ولا يعني الاتفاق بيصير على 3 مراحل، في مراقبه بشكل دوري اذا الحكومه طبقتها او لا. يعني مش عم ما يفكروا هن مثل ايام باريس واحد وباريس اثنين وبياخذوا مصاري وما حدا بيرجع وبيرجع بيقعدون بالاصلاحات يعني بفتره. لازم يشوفوا تجارب الاردن، تجارب المغرب، تجارب اليونان، في تجارب ناجحه في تجارب مش ناجحه، بس في خيارات صعبه. يعني اذا مش متفقين على توزيع الخسائر، اذا مش متفقين على شو صار صرف الليره، اذا في اشتباك سياسي مستمر، إذا ما في فصل للمؤسسات عن حساباتهم السياسية، يعني كل هالأمور لحد الأدنى، توزيع الضرائب، توزيع الخسارة، يعني كل هالأمور مش موجودة، ما في رؤية اقتصادية. يعني الممسكين بالملف المالي هوات لا يدركون شو معنى هذه الأمور. يعني فأنا ما يعني ما شايف، مش متفائل كتير. بس إيه صندوق النقد ما لح يكون، يعني بده يكون في اتفاق واضح 1 2 3 4 5 وبده يمشي عليه حكومات لسنوات 3 سنوات أو 5 سنوات. فهذه حكومة مش قادرة تاخذ وعود أو تعهدات أكثر من بقائها في الحكم. يعني عم تأكد يعني بأكثر من كلامك على مسألة الانتخابات النيابية، البعض متخوف اليوم أنه عدم حصول هذه الانتخابات، برأيك اليوم الخارج هل سيفرض لحصول هذه الانتخابات أم خفت هذه الرغبة بعد ما شافوا يعني بالإحصاءات أنه ما راح يكون في تأثير أو تغيير كبير؟ هلا ما في يفرض، مش رح يبعثوا بوارج تنعمل انتخابات يعني، بس في ادوات اقتصاديه يعني بس في عندهم يمتلكون سلاح. قالوا الرسائل واضحه انه هالانتخابات بدها تصير، وبعتقد يعني رح تصير بوقتها. يعني ما بيتحمل لبنان تبعيات مواجهه كرمال الانتخابات. يعني يمكن القلق اكثر على الانتخابات الرئاسيه اذا صارت موعدها او لا، المسار بعد. بس على المستوى الانتخابات النيابيه يعني الفرنسيين والامريكيين كانوا واضحين بهالرساله، وما بعتقد انهم مترددين. يعني على ما بعرف شو بيصير بعدين، بس ما شايف في مؤشر انه ما راح تصير. يعني والانتخابات الرئاسيه برايك؟ الانتخابات الرئاسيه عاده تكون النفوذ الخارجي اكثر فيها، صحيح. فهون يعني مرتبط بعوامل كثيره،
واضح كل شيء عم بيصير هلا مرتبط بالانتخابات الرئاسيه اكثر من النيابيه، لانه شوف هذا المجلس النيابي هو اللي راح ينتخب رئيس الجمهوريه. ف يعني طبعا طبعا دور الامريكي اساسي، دور الايراني اساسي، كيف التركيبه الداخليه جوا ايضا رح تكون اساسيه، بمعنى واضح التحالف مع الرئيس والتحالف ضد الرئيس رح يستمر هذا الحراك بهالطريقه. ف هل الامريكيين مرشح اليوم ام بعد الامور؟ لا، يعني البعض يحكي انه اليوم انه ايه، بس انه اعاده يعني استثمار بدور ممكن لقائد الجيش جوزيف هون بالمرحله المقبله، ام كله يعني كلام اليوم وغير يعني ما في شيء محسوم؟ مبكر لها. مبكر الحكي يعني. هلا اللي بيقول لك انه بيعرف اسم وفي لائحه مخبيه ومثل ما كان يعملوا من زمان، هلا الموضوع مش مطروح دوليا. هلا اكيد بيعرفوا اشخاص يعني هن علاقته منيحه بقائد الجيش، في يعني في اسماء مطروحه منذ زمن يعني رح ترجع، هي ما في يعني اختراعات فيها، بس بدك تشوف شو طبيعه المرحله، شو بده يكون الرئيس باي صيغه بده يجي، يعني في كثير مبكر بعد يعني الحديث عنها. خليني يعني بختام هذه الحلقه ايضا فوت على مساله اليوم شان السوري او السياسه الامريكيه بسوريا، لانه ايضا بتاثر على لبنان، والبعض بيروح ابعد انه اليوم في قناعة دولية ما بعرف إذا عند الأمريكيين أيضا أنه البلد بحاجة إلى رعاية مستمرة يعني، وفي ترحم على الدور السوري. ما هي سياسة اليوم الولايات المتحدة وسياسة إدارة بايدن اليوم بسوريا؟ عم تلعب على المدى البعيد، بمعنى عم تحافظ على قوتها بشمال شرق سوريا، وعم تتوسع علاقتها مع قصد وقوات سوريا، هذه مستمرة بشكل أكثر استراتيجي من بايدن، وبنفس الوقت بعد عندها هذا الفيتو اللي هو قانون قيصر، بمعنى انه ما في حل بيصير بالبلد اذا الا ما الروس يقعدوا معنا ويلاقوا حل، ومعروف شو هي الشروط الامريكيه، ممكن تكون مرينه ببعض الامور، بس بعدها عم شو هي الاولويه للانسحاب الايراني؟ الانسحاب الايراني واجه الترتيب ما بالحكومه السوريه، مش يعني انه يشيلوا بشار، بس يعني تغيير سلوك، عدنا الى مساله تغيير سلوك وادخال بعض قوى يعني من المعارضه واجت صيغه ما يعني اسقاط الرئيس المستعجلين اصبح وراء الامريكيين. هذا لا واضح حتى مع ترامب، يعني قديش كان يحكي كان الموضوع بالنسبه له مش في قناعه دوليه، بس مش مستعدين يحكوا معه ولا مستعدين يعطوا شرعيه. هل اليوم قادرين اليوم على ما يوصف باعاده تاهيل الاسد دوليا؟ صعب يتاهل يعني بعد كل شيء صار بوضع صعب. الروس بدهم انه على القليل العرب يرجعوا الجامعه العربيه. هل في كان يعني الامريكيين خففوا هذه الاندفاع العربيه باتجاه ترامب؟ خففها عام 2017 بس شفنا عمل تحذير. صح، هلا اول شيء مش بايدهم، وبعدين يعني بس شفنا الاماراتيين. يعني هلا كان الاماراتيين رح يرجعوا هذه الانفتاح اتجاه سوريا، بس بعد ما رجع الجامعه العربيه الأمريكي. لانه مترددين قمه الجزائر مترددين شوي، بس الامريكيين ما رح يخوضوا حرب كرمال يعني معركه سياسيه تمنعوا هذا الانضمام، وبنفس الوقت ما لح يشجعوا يعني تركين موضوع انه بس ما لح يعني هذا انه في شرعيه دوليه او في تغيير بقانون قيصر او هذا على الطريقه اللبنانيه عمول اللي بتشوفه الناس يعني بيبرموا وجهن انت عمول، بس انه ما تخبرني او ما تطلب مني، واصلا ما عنده نفوذ كثير على موضوع بعض الدول العربيه بهالموضوع، فمش اولويه بالنسبه لهم. بالنسبه لهم في يعمل على الجامعه العربيه، بس في ما في حل سياسي بلا الامريكيين، وما في يوصلوا لصيغه يعني اعاده الاعمار بدون الامريكيين. احنا مش مستعجلين للوصول الى الحل بانتظار ما سيقدمه الروس. بيلعبوا لعبه طويله ومع الروس كانوا علاقتهم منيحه اخر فتره، اجتمعوا بجنيف بنسقوا معهم ما عندهم مشكل، بس الروس بدهم انه يسحبوا الامريكيين بشكل كامل ويسلمون البلد. الامريكيين عملوا اتفاق مع ساترفيلد انه ساترفيلد رجع غير، دائما بيلومون الروس انه ساترفيلد غير رايه، بس ما راح يفلوا بدون صيغه معينه قبل ما يفل، وهذا هو. بالتالي لن تكون يعني برايك سوريا حاضره في الجامعه العربيه، لن تنضج يعني باجتماع الجزائر اجتماع القمه؟ ما بعرف، ممكن يعني في اغلبيه، بس قصدي ما رح تاثر. هن عم بيزوروا سوريا بشكل عام، بس حتى السعوديين يعني كان في زياره وايه يعني، بس ما رح تاثر على اولا الدور العربي محدود بسوريا، ما رح تغير على المعادلة الدولية، ما بتغير الاتفاقات الأساسية بشكل دوري، بس إنه إيه بيرجع بهالصيغة، بس الأمريكيين ما رح يعني يعملوا تنتروم يعني الموضوع، يعني صار بس الأساس ما رح يتغير، بمعنى إنه
اعاده الاعمار، الحل السياسي، اللعبه بين الامريكان والروس اكثر من حدا غيره. بفتره مقبله سؤال اخير، اذا يعني بعد ما يحصل هذه التسويه الكبرى في المنطقه وترتيب الاوضاع في سوريا، ممكن نرجع نشهد استبدال النفوذ الايراني بالسوري اليوم بلبنان؟ لا، هو صار نحكي عن حزب الله، نفوذ حزب الله في سوريا مش بالعكس. مش بالعكس. لا، النفوذ يعني صعب. هلا عنده الحلفاء، في قناعه عربيه انه اليوم كان افضل النفوذ السوري من انه بلبنان. عنده الحلفاء وهيدا، بس كان دور حزب، دور مزار سوريا انه كان لبي قبضه على كل الاطراف السياسيه. صحيح. هلا ما عنده اياها. انا بدي اشكرك استاذ جو معكرون، الباحث المتخصص في الشان الامريكي، شكرا لك على هذا الحوار. شكرا لكم ايضا مشاهدينا، غدا حلقه جديده من برنامج الحدث، الى اللقاء.